وقالوا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. صدق الله العلي العظيم. جملة واحدة يا راجل، يا حجازي، يا دسوي، يا رفاعي، يا بدوي، يا جيلاني، يعني يا مرسي، زي الكتب السابقة نزل أبو العباس نزلت جملة واحدة. الله، إيش معنى تنزل لولا؟ إي والله جملة واحدة نزلوه، التوراة والإنجيل. إيه؟ شلون جملة واحدة؟ يعني مرة واحد ألقي عليه الوحي، ولذلك يقولوا كانت تلقى إليهم لولا ألقي عليه سورة. إنما في دي قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. منو طلبوا؟ الكريتشن ولا اليهود الصبة؟ لا، الكفار. لا سبحان الله. قال آمنوا بالله. مني مني؟ والكتاب الذي أنزل، نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل. الله، فأنزل يعني جملة، إنما نزل مفرقا. الفرق بين التضعيف والتجريد. يعني باردة عليك. ما شاء الله على قولة العراقيين. كلولوش.